في الحديقة العامة القريبة من ميدان الشهداء في قلب العاصمة طرابلس، يجتمع مئات الليبيين والجالية الأجنبية المقيمة في البلاد لمتابعة منافسات كأس العالم لكرة القدم المقامة في الدوحة، مستغلين مساحة ترفيهية تعزلهم عن واقع الانقسام والفوضى التي تضرب ليبيا منذ العام 2011. مباردة حلوة، حتى علاج للدعم النفسي وتوترات نفسية في الحوش أو بعض المشاكل. حنين الحمد لله ليبيا دارت الأفكار هذه حلوة، حتى الأقل حتى حنين يقدروا نطوروا من السياحة بتاعنا في منطقة ليبيا بالذات، وليبيا الحق ما شاء الله. نصبت في وسط الحديقة شاشة عملاقة من جانب شركة الخدمات العامة الحكومية المعنية بالنظافة والتهيئة العمرانية في مبادرة لنقل مجاني لكامل مباريات كأس العالم في قطر. ولا يقتصر حضور المنافسات الكروية على الليبيين، بل سجل حضور الجالية الأجنبية المقيمة والزائرة للبلاد. والله بصراحة احنا عايشين في أجواء والله كأننا في قطر نفسها. طبعا الوضع والتنظيم هنا بصراحة إلى هوي كتير، بس أنا بفضل المتابعة هنا، لأن طبعا الجو هنا جميل في قريب من البحر، والشاشة هنا طبعا موفرة، حتى الصوت كويس والشاشة كويسة، فأنا على طول متابع بصراحة في الأجواء الحلوة دي. هنا من الجزائر، أنا من الجزائر، أنا في ليبيا، أنا سياحة، أنا جيت سياحة، عجبتني المكان هذا، بلد آمن، ورانا نشوف المباراة سينغال قطر. ولم تتأهل ليبيا رغم امتلاكها قاعدة كروية شعبية عريضة إلى منافسات كأس العالم طوال تاريخها، لكنها كانت قريبة في مناسبات عدة من تحقيق ذلك بتسجيلها نتائج متقدمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال. منتخبنا وين احنا، والكاس العالم وين احنا، وين وهم وين، ملاعبنا ولا شنو هي اللي تخلينا منتخبنا يوصل لكاس العالم؟ ونصبت كذلك شاشات اخرى في طرابلس وفي ميادين مدن ليبيه لنقل الحدث الكروي العالمي مجانا.